مقادير عجينة البيتزا يا كلاتي، ما زلنا في ثلاث أسئلة بتسيل فيهم من زمان، من سنة 2000. البيتزا والبشاميل والفراخ البانيه. البيتزا 3 كوبايات من الدقيق، بياخدوا معلقة خميرة معلقة سكر، ندوبهم مع بعض مية دافية. اشتغلت الخميرة بواسطة المية، السكر والمية الدافية بقت سريعا. خلطناهم مع بعض، عجلنا العجينة بتاعتنا بمادة دهنية، يا إما زبدة يا إما سمنة يا إما زيت. المقدار نص كوب. عجلنا العجينة بتاعتنا، إذا احتاجت لشوية حليب حسب الرغبة أو مية دافية وحسب الدسامة وحسب الصحة. عجلنا العجينة مرحلة أولى تخمير نص ساعة، بعد كده بنفردها في صواني ونسيبها لمدة 15 دقيقة بعد فردها في الصواني. علل ولماذا؟ عشان تاخد شكل الصينية وترتفع معايا بشكل الصينية. بحط التوبنج بتاعنا زي ما احنا عايزين، صلصة الطماطم مدعمة بزعتر وتوم وبصل، وبعد كده نعملها باللحمة أو بالفراخ حسب الرغبة. نخش في الطبق المهم جدا دلوقتي، هنعمل الكفته بتاعتنا المشويه على الفحم. المقادير على الشاشه. كفته مشويه على الفحم، معانا لحمه مفرومه ضاني. حلو الكلام، يعني ما ينفعش كندوز ينفع. نبص على الشوربه كده، ومعانا كمان معلقتين من البرغل وبصل وتوم وفحم عندنا جاهز علشان نبخرها بالفحم. شايفين الشوربه خدت القوام ازاي؟ السر في شويه الرز المصري والعدس المصري. للامانه ليه سموها الحريره برضو مش هقول دلوقتي، في نهايه الحلقه. تعالوا نشوف الكفته بتاعتنا نعملها ازاي سريعا. بنجيب الكبه، فين الكبه؟ اهي الحمد لله. يبقى احنا عندنا في الفرن ايه دلوقتي؟ الكنافه. فكرني بيها يا شفيق، الله يبارك لك، عشان اكلك منها لانها محجوزه، خلي بالك. ومعانا كمان اللحمه المفرومه اهي. فين البرغل؟ معانا اهو زي الفل. تمام. البرغل ده بقى هو السر، علشان الاسئله اللي بتسالها كتير. انا خدت برغل شايفين البرغل ده كده، ده السند بتاعك في المطبخ. شويه كفته لحمه ماشي، كفته جمبري ماشي، كفته سمك ماشي، تعملي كفته فراخ ماشي، برغل. دول كفايه قوي على اللحمه. حلو قوي زي الفل. واشيله من قدام عينيا عشان مش عايز يبقى فيها برغل كتير، انا مش بعمل كبيبه. معانا بصل ناعم، معانا توم ناعم. حلو الكلام. ومعانا كمان يا عم الشيف البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل، شويه قرفه ناعمين حلوين علشان الزفره بتاعت الضاني. عندك الضاني بيبقى فيه سنه زفره كده مع الاولاد، يقول لك بيبقى زفر، نحط فلفل وقرفه. انا مش عايز زعتر في الكفته دي على فكره، الزعتر بيخطف الطعم. ممكن اضيف حاجه حلوه قوي، ايه هي؟ معلقه كاري صغيره كده حلوه طعمها اهي. ده كله على البصله. كل ده على البرغل. حط شويه كمون وشويه كزبره حلوين كده. زي الفل يا عم الشيف. ونطحن كل ده مع بعضه. اللهم صل على النبي. يلا اللهم صل على النبي. هي دي السر. شفت انا بعمل ايه؟ البرغل طحنته مع بصل، طحنته مع توم، مع حطيت، بيقول لي اللي انت بتحطه اخضر ده يا شيف، ورقتين نعناع اخضر حلوين كده بيخلوا طعم الكفته شماخه. يلا نسمع الكلام. استاذن حضراتكم معلش، احنا بنخاف على ازعاجكم حتى من صوت الكبه. هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف الكفته نعجنها مع بعض كويس وهنشويها على الجريلا واحنا واقفين بتتشوي. انا هبدا دلوقتي احط الكفته على النار. معانا جريلا درجه حرارتها عاليه جدا، خلي بالك الاطفال ما يخشوش عليك المطبخ سخنه. ومعانا اللحمه المفرومه اللي احنا عملناها كفته مع بعض، ومعايا طبق فيه شويه ميه كده وهشتغل.
في طريقتين، يا اما ان احنا نسيخ الكفته دي يا عم الشيف على سياخ خشبيه بالشكل ده كده اهو، شفت الجو ده كده اهو، يا اما ان انا هشويها كده. حلو الكلام. تعال نعمل شويه الاول على الخشبه دي كده علشان كلهم يستووا ويطلعوا معانا في وقت واحد اهو. نشتغل مع بعض كده بسرعه اهو. اصابع الكفته المشويه على الفحم، ودي يفضل طبعا تشويها اخر حاجه زي ما انا اشتغلت دلوقتي، عشان دي ما بتتسخنش، بتتسخن بتبقى مش حلوه، بتبقى يعني ايه ناشفه كده، لا عايزه تبقى طريه اهو. دي تطلعيها من الشوايه على طول على السفره. كفته مشويه على الفحم، الفحم فين؟ معانا جاهز. بعد الكفته ما تستوي في نفس الطاسه يا عم الشيف، هنعمل ايه؟ هنحط نقطتين من الزيت ونغطيها بورقه زبده او بورقه فويل، تاخد الريحه الحلوه والشماخه بتاعه الفحم. والطريقه دي ما تعملهاش كتير، يعني مره في الاسبوع، مره في الشهر، مش كل مره يعني، خلي بالك. واحنا مخزنين مانجا، والله مخزن مانجا عامل حسابي، ممكن ما الاقيش المانجا دلوقتي الملحمه دي اللي من غير شعر، فعامل حسابي ان رمضان جاي الشهر الكريم، فمحتاجين لايه؟ دول كفايه قوي، حلوين قوي، عشان نشوف اللي بعده. حلو قوي، نوسع الدنيا كده واحده واحده. طاسه اخبارها ايه؟ درجه حرارتها عاليه؟ اه. تشوي برجر، بتشوي لحمه، بتشوي ستيك مشوي، بتشوي فراخ، يفضل الجريلا تكون سخنه. اضرب الحديد وهو سخن. اه. سنه زيت صغيره كده، ونمسك الكفته بتاعتنا كده، اللهم صل على النبي، اهي. دي عايزه لها بالكتير خالص ست دقايق، ثلاثه وثلاثه، كل ناحيه ثلاث ايه؟ دقايق تكون استوت معايا، لان انا مش عاملها تخينه قوي. اللهم صل على النبي. زي الفل. ما تقلبهاش كتير بقى، ما تفرحيش بيها الشيف المغازل اداني طريقه ما تخليهاش تمسك، لا تسيبها كده تتشمع وتبقى زي الفل، هتستوي معاك وتبقى زي الفل، وتقلبيها زي ما انت عايزه. تعالوا نشوف الكفته اخبارها ايه. اللهم صل على النبي. معلش هو الشغل كتير النهارده، بس انا عايز اعمل كل حاجه لحضراتكم كده اهو. وريني الكفته اللي فكت دي بقى كده اهو، جيب لي تفاصيل الكفته حبيبي اهو. ايه الجمال والحلاوه دي اهو. اللهم صل على النبي اهو. الله اهو الله اهو. عندي حته فحمه حلوه دلوقتي، هشمعها الفحميه واقدمها مع عيش متحمص اهو زي الفل. تفك مين يا غالي؟ تحترم السنين الخبره وما تفكش. حلو. رشه زيت صغيره اهو، شفت التجويده ديت؟ خدي بقى الحته اللي جايه دي بقى عشان تبقى الكفته طعمها حلو. عشان كده الكفته بتاعتي غير كفته الحاتي. حته زبده كده وتسيبها تسيح براحتها خالص على وش الكفته. اصبع ايدك كده حته زبده صغيره تخليها لك طريه وحلوه. عندك ليا ضاني، قطعي حته ليا ضاني كده واضربيها في قلبيها كانك بتشوي خروف على الفحم زي الفل. مهم جدا، عايز اقول لك بقى على حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ دايما البقدونس اللي بنغرف عليه الكفته او المشويات يفضل غسله جيدا، لان في اطفال على السفره ما ذنبهمش حاجه، بيمد ايديهم على اي حاجه ياكلوه منها. حلو، ما نقدرش نقول لهم ما تاكلوش من ده. فانت لازم البقدونس يتغسل كويس، الجرجير اللي بتحطيه تحت المشويات يتغسل كويس. لسه ما خلصتش، عايزين نشم ريحه الفحم. انا عارف. حالا دلوقتي. الله الله على الكفته، الله على الكفته وجمال الكفته. حته فحميه من لنا عينيا. والله خلصت اهو، حاضر، بس خلينا نشم ريحه الفحم كده عشان تتبارك الايه الاستوديو بتاعنا. حته ورقه فويل كده في طرف الطبق هنا كده اهو، زي ما انا شغال كده دلوقتي اهو. حاضر عينيا، حاضر حاضر. طيب هقول على حاجه مهمه جدا، معلش يعني. الفول ده
نصيحه مني انا هعمله مع حضراتكم بكره، لان لازم تاكلوا الفول المطبق ده من ايدي. حلو الكلام، اعملوا النهارده على السحور الطبق الفول بالقوطه اللي انا عملته اول يوم في رمضان. حلو الكلام، نقطه زيت صغيره. مطبخنا النهارده شقاوه من كل المطابخ، طلياني عملنا بطاطا عين، عملنا شوربه الحريره من المطبخ المغربي يا عم الشيف، عملنا كنافه بالفراوله لاطفالنا الحلوين غطيها. حلو الكلام، وعملنا كمان طبق سلطه خضراء لطيفه على السفره بتاعتنا، ده لازم يكون متواجد على السفره. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.